مشاهدين الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم مجددا في لقائنا الأسبوعي ونبدأه بأبرز العناوين. انطلاق مهرجان وتد، أكبر تجمع عائلي مسيحي في الأردن. إشهار كتاب جديد حول موقع معمودية السيد المسيح في المقدس. الرهبان الفرنسيسكان في مادبة يحتفلون بعيد النبي موسى. أهلا بكم. وتد عنوان المهرجان العائلي المسيحي الأكبر في الأردن الذي انطلق مؤخرا، يهدف إلى تعزيز روح الوحدة الكنسية والمحبة الأخوية بين جميع العائلات الكنسية، إلى جانب تعزيز الحضور المسيحي وإظهار إحدى الصور المشرقة للعائلات المسيحية في الأردن. تقريرنا التالي يعرض لنا تفاصيل هذا الحدث المميز. نظمت جمعية دار الكتاب المقدس مهرجاناً جاء بعنوان مهرجان وتد، إذ يعد أكبر تجمع عائلي مسيحي والأول من نوعه في الأردن. حضره رؤساء وممثلو الكنائس الرسولية وجمع من الكهنة والشمامسة والراهبات وشخصيات رسمية وعامة وفرق كشفية وشبيبات متعددة والآلاف من العائلات المسيحية من مختلف مناطق المملكة. وافتتح المهرجان الذي أقيم على مسرح الأرينا في جامعة عمان الأهلية بصلاة تلاها رؤساء الكنائس وممثلوها، معلنين فيها انطلاق فعاليات المهرجان. يا من صليت كي يكون تلاميذك واحدا، ويا من قلت سأراكم عن قريب فتفرح قلوبكم، ها قد جئنا إليك اليوم عائلة واحدة. أنت الذي نصبت خيمتك كنيستك بيننا، وعليت أوتاد خيمتك في أرضنا، طالبين منك أن تبارك هذا المهرجان. وفي كلمة ترحيبية ألقاها مدير جمعية دار الكتاب المقدس منذر النعمات قال فيها: حضورنا في هذا اليوم في مهرجان وتد هو تعبير عن طمأنينتنا، لأن لدينا قيادة حكيمة واعية قادت الأردن في أحلك الظروف، ولم تقوى عليها نيران الحروب الطائفية من حولنا في الليالي السوداء، بل وحدتنا، فنحن نقف على أرضية صلبة في وطن نتشارك فيه حباً ودفاعاً عنه مسلمين ومسيحيين شركاء في بناء الوطن والأمة. تقوم على حب الله وحب الجار. تشهد الآثار المسيحية الممتدة في أرجاء الأردن على الوجود المسيحي الراسخ وحياة الإيمان والتقوى منذ القرون الأولى للمسيحية، ويظهر الكتاب المقدس حياً في العديد من الأماكن التي زارها السيد المسيح وأجرى فيها المعجزات. ومن أبرز فعاليات وتد لقاء روحي للأب مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية في القاهرة والقس سامح موريس من الكنيسة الإنجيلية، بالإضافة لمشاركة عدة فرق ومرنمين بالمهرجان وتقديمهم لمجموعة من الترانيم الروحية. هي جديدة في كل صباح، كثيرة هي أمانتك، مراحم ربنا علينا بكل صباح، عشان هيك بيستحق نحكي له يا رب بمراحمك أغني، لأنك يا رب لك ذراع القدرة، من مثلك يا رب. رجاء من ليس له رجاء ومعين، من ليس له معين، عزى صغير القلوب ومناء الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة أو المقبوض عليها، أعطى يا رب رحمة، أعطى يا راحة، أعطى يا برود، أعطى يا نعمة، أعطى يا معونة، أعطى يا خلاصاً، أعطى يا غفران خطاياها وآثامها، ونحن أيضاً أمراض نفوسنا اشفها. في ترنيمة جميلة نقدر نصليها كلها كلنا مع بعض، تقول له محتاج لمسة روحك تغير
محتاج دمك يطهرني. أنا جايب ضعفي، أنا جايب خطيتي، أنا جايب مرضي، أنا جايب ألامي، وبعدها هتصلي لأجل المرض. بس الآن مرضك الروحي من مرضك الجسدي، خلاص نفسك أهم من خلاص جسدك. تعال بيننا أقم عندنا وخذ من قلوبنا لك مسكنا، نحن جياع أنت خبزنا. وفي ذات السياق وعلى هامش المهرجان، التقى قدس الأب مكاري يونان بجموع من المؤمنين في كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس بحضور المطران مارساويروس ملكي مراد والأب عمانوئيل البنا وعدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الخيرية. كما أجرت فضائية نورسات مكتب الأردن مقابلة خاصة مع الأب مكاري يونان ستبث عبر شاشتها لاحقاً. كل ده هتسيبه وتمشي، هنسافر فردين ايدينا، لكن موجود في الدنيا عشان تنور. قال المسيح له كل المجد، انا هو نور العالم، وقال انتم نور العالم، نور لغايه ما اجي. وفي كنيسه السيده العذراء والقديس مارجرجس للاقباط الارثوذكس تراس قدسه القداس الالهي بمعاونه الاب انطونيو الصبحي راعي الكنيسه والأب شنودة حكيم وعدد من الشمامسة وحضور جموع من أبناء الرعية. إن موقع معمودية السيد المسيح لطالما كان عبر العصور التي مضت مكان بحث واكتشاف مستمر يحظى باهتمام محلي وعالمي واسع. الأستاذ الدكتور محمد وهيب أحد أهم الباحثين في الآثار التاريخية وخاصة موقع المغطس، أطلق مؤخرا كتابه الجديد بعنوان اكتشاف موقع عماد السيد المسيح المغطس، الذي يستعرض فيه العديد من الاكتشافات الأثرية في تلك المنطقة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. تحت رعاية معالي السيد ميشيل حمارني أقامت جمعية تطوير السياحة والحفاظ على التراث بالتعاون مع مدرسة اللاتين الثانوية للبنات حفل إشهار كتاب اكتشاف موقع عماد السيد المسيح المغطس للأستاذ الدكتور محمد وهيب. وحضر حفل الإشهار الذي أقيم في ساحة مدرسة دير اللاتين في مادبة السفير الإيطالي لدى الأردن جيوفاني براوزي وعدد من الشخصيات ومسؤولي ووجهاء المحافظة وجموع من المدعوين. وأكد الدكتور محمد وهيب أن الكتاب يحوي على تفاصيل عشرات السنين من الاهتمام الرسمي والخاص على الجانب الشرقي من نهر الأردن، مستشهدا بآيات من الكتاب المقدس التي تشير إلى هذا المكان. وأوضح أن الكتاب يتحدث عن الرحالة والمؤرخين الأوائل الذين ذكروا هذا المكان، وعن الإرث الحضاري الكبير والحقائق العلمية والاكتشافات الأثرية فيه. كتاب اكتشاف موقع عماد السيد المسيح على الجانب الشرقي من نهر الأردن، كتاب يحتوي تفاصيل عشرات السنوات من الاهتمام الرسمي والخاص بهذا المكان على الجانب الشرقي من نهر الأردن. وجدنا أن الآيات الإنجيلية تشير إلى هذا المكان، وخاصة إنجيل يوحنا، وأيضا وجدنا أن الرحالة والمؤرخين الأوائل ذكروا هذا المكان على الجانب الشرقي من نهر الأردن. ثم جئنا بمعاول المنقبين، الفريق والكادر الوطني الأردني تمكن من اكتشاف كنائس وأرضيات فسيفسائية وقنوات مائية وخزانات، ووجدنا كثير من الآثار القديمة التي تبدأ بالعصر الروماني حيث ولد السيد المسيح سيدنا يسوع، وأيضا يوحنا المعمدان وإيليا النبي من قبلهم اللي يسمى النبي إلياس. فوجدنا كل هذا الإرث الحضاري موجود على الجانب الشرقي في منطقة وادي الخرار في منطقة لواء الشون الجنوبية، وبالتالي نحن أمام إرث كبير، أمام حقائق علمية، أمام اكتشافات أثرية. الشعب الأردني كله فرح، وفرح العالم كله من
خلفه بعدما أعلن هذا الاكتشاف عام 1997، والآن يتم تطوير هذا المكان بشكل متواصل، تم وضعه على قائمة التراث العالمي. الشكر لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني سمو الأمير غازي بن محمد، الجهود الشخصية التي بذلها كثير من رجال الدين المسيحيين، وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، كل هذا يسهم في ترويج هذا المكان، إنه مهم جدا جدا. يعني ليس لدينا أهم من موقع المغطس على الجانب الشرقي من نهر الأردن، وأرجو أن يصار إلى وضع استراتيجيات لهذا المكان ليصبح اقتصادا شاملا كاملا ينهض بالقطاع السياحي وبالأردن بشكل عام. وفي كلمة لراعي الحفل ميشيل حمارنا، بيّن أن الكتاب المذكور هو في غاية الأهمية للسياحة الدينية، والتي تعد مصدرا هاما في الأردن، خاصة بعد ترجمته لعدة لغات. كتاب الدكتور محمد وهيب عن المعمودية ليسوع المسيح كان كتابا مهما جدا للأردن في سياحته الدينية، وأنا سعيد أن علمت أنه طبع بالبداية باللغة الإيطالية ثم ترجم للغات أخرى ومنها العربية. هذا أمر مهم جدا لأن يكون المعلومات، لأن تكون المعلومات أمام المسيحيين في العالم كله. سعيدين بهذه الليلة، ونتمنى أن تتكرر مثل هذه الليالي العلمية والأدبية في كل أنحاء المملكة. كما ألقيت في الاحتفال العديد من الكلمات التي أثنت على هذا العمل المميز الذي ينم عن جهد كبير بذله الدكتور وهيب، والذي يضاف لحقل إنجازاته المشهود لها. وفي ختام الحفل هنأ الأب بطرس حجازين راعي كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين في مادبا الدكتور وهيب بإشهاره لكتابه الجديد، مقدما له نسخة من كتاب كنيسة ومزار قطع رأس يوحنا المعمدان وبدايات مادبا. أستاذ محمد وهيب، وهو دكتور ذو اختصاص في هذا الشأن، الشأن التاريخي وخاصة التاريخ المسيحي، تاريخ الآثار المسيحية، أعطانا فعلا معلومات قيمة ومعلومات غنية عن هذا الموقع وعلاقة يوحنا المعمدان التاريخية، وبالتأكيد أيضا السيد المسيح مع هذا الموقع. كل الشكر لنور سات لحضورها الدائم والمنير في كل المناسبات. كما تم تقديم درع تكريمي للدكتور وهيب من قبل بلدية مادبا الكبرى كتقدير لجهوده المبذولة. ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الاحتفالي الذي نظمته حراسة الأراضي المقدسة الفرنسيسكانية في كنيسة مزار النبي موسى بمادبا احتفالاً بعيد النبي موسى. وقد أقيم القداس الاحتفالي بمشاركة كاهن الرعية الأب بطرس حجازين والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور ماورو لالي والأباء الفرنسيسكان والراهبات، وبحضور السفير الإيطالي لدى الأردن جيوفاني براوزي وجموع أبناء الرعية. موسى كان حكيما، وكل قائد يجب أن يكون حكيما. موسى كان حكيما، مثل على حكمة موسى، لما كثر الطلب على مقابلته، لما زاد الشعب وزادت المشاكل وكان يجب أن يفتي ويأخذ أحكام وقرارات يومية في المشاكل ولم يقدر على ذلك، اختار 70 رجلاً لكي ينوب عنه. هذه هي الحكمة، فوض موسى إلى 70 رجل أن يقضوا بين شعبه، لم يحتفظ لنفسه بالسلطة بل فوضها للآخرين. هذا مثال كيف أن الرجل الحكيم يحسن التفويض. موسى كان وسيطاً كبيراً بين الله وشعبه، كان مصلياً فعالاً، عندما كان يصلي كان ينال لأنه كان قريباً من الله وكان صديقاً لله، يكلمه وجهاً لوجه. أسأل الله أن يجعلنا مثل موسى أيضاً، نحن قوماً مصلياً مبتهلاً متشفعاً بعضنا لبعض
آمين. الحركة الكشفية بمجملها هي حركة شبابية تربوية وتطوعية، هدفها تنمية الشباب بدنياً وثقافياً من خلال نشاطاتها وفعالياتها المتعددة والمختلفة خلال العام، وأيضاً من خلال مخيماتها الروحية والثقافية المعتادة التي تقيمها بهدف إنماء روح الخدمة والمعرفة لدى أفرادها. مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في الزرقاء أقامت مخيمها التدريبي السنوي، حيث جاء هذا العام تزامناً مع احتفال المجموعة باليوبيل الذهبي لتأسيسها. المزيد في التقرير التالي. نظمت مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في الزرقاء مخيمها الكشفي التدريبي 19 للمجموعة، والذي حمل عنوان سكاوت واي، وجاء برعاية الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن. أعيد بشرف أن أحافظ على هذا العلم عالياً مرفوعاً طيلة أيام المخيم. وتحدثت الدكتورة السمعان خلال لقائها بالأفراد المشاركين عن دور الإعلام في إيصال الرسالة الهادفة والمفيدة، وكيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي في الرأي العام بسبب سرعة نقل المعلومة وتلقيها من فئات المجتمع المختلفة. واشتمل المخيم الذي استمر لثلاثة أيام في منتزه عمان القومي على جلسات توعوية حول مواقع التواصل الاجتماعي والطريقة الآمنة لاستخدامها، بالإضافة إلى فعاليات كشفية وأعمال تطوعية وخدمية. مخيم مجموعة السنوي هو مخيم مميز ذات طابع كشفي روحي ترفيهي. السنة بيميزه أنه هو مخيم اليوبيل الذهبي بمناسبة تأسيس مجموعتنا. معانا قيادة شابة عندها قدرة، عندها فكر، عندهم تأهيل كشفي، قادرين أنهم ينقلوا الرسالة الصحيحة للأفراد. معانا 120 فرد. مخيمنا السنة فيه أفكار جديدة، بالإضافة أنه معانا مرشد روحي وراهبة، هم كمان يساعدونا بالجانب الروحي اللي نقدر نوصل لفكرة معينة مع الأفراد. الشاف كمان بيبني الشخص كشخصيته الذاتية، يعني بيشتغل على ثلاث نواحي إذا بنقدر نركز على الموضوع هذا: بناء الذات، علاقته بالآخر، وبعتقد مهم كشاف مسيحي علاقته بربنا. حركة كشفية، حركة شبابية تطوعية قادرة على بناء الذات وجعل الفرد يتحمل المسؤولية، وإحنا كقيادة عندنا خبرات ننقلها للأفراد لحتى نجعلهم قادرين على خدمة مجتمعهم وبيئتهم ومجموعتهم. وشارك في المخيم الذي تقيمه المجموعة سنوياً 120 فرداً من أعضاء الكشافة من فئات عمرية مختلفة، وجاء هذا العام احتفالاً باليوبيل الذهبي لتأسيس المجموعة، وقدمت فيه العديد من المحاضرات الروحية والتوعوية التي تتحدث عن الحركة الكشفية وعملها وخدمتها الكنسية والمجتمعية.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعلان مواقع أثرية في محافظات المملكة كمواقع سياحية معتمدة، وقد ترأست القائمة كنيسة مار الياس التي تقع شمال غرب عجلون، والتي ارتبط اسمها في العهد القديم بالنبي إيليا، وتلاها كنيسة الرسل في مادبة، وهي أحد أهم وأقدم كنائس المدينة، ويعود بناؤها إلى عام 578 ميلادي، بالإضافة إلى العديد من المواقع الدينية والأثرية والتاريخية، ومنها جبل مكاور وأم الرصاص ومتحف الشريف الحسين بن علي في العقبة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. انطلاق مهرجان وتد، أكبر تجمع عائلي مسيحي في الأردن. إشهار كتاب جديد حول موقع معمودية السيد المسيح في المغطس. الرهبان الفرنسيسكان في مادبا يحتفلون بعيد النبي موسى. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.